بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح الجلسة. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نبدأ بتلاوة أسماء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. الأخ الأمين العام تفضل. لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. لا يوجد معتذرون عن حضور جلسة هذا اليوم. النصاب متوافر. شكرا مع الرئيس. شكرا جزيلا. ننتقل إلى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فإذا هناك أي ملاحظات. إذن تعتبر المضبطة مصادق عليها، وننتقل إلى بند الرسائل الواردة. الأخ الأمين العام تفضل. رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم 5 إلى الفقرة جيم من المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء بسام إسماعيل بن محمد، جميلة علي سلمان، دلال جاسم الزايد، درويش أحمد المناعي، صادق عيد آل رحمة، لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. السؤال موجه إلى صاحب المعالي الشيخ علي بن علي الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي الخزاعي، بشأن العقوبات البديلة ورد معالي الوزير عليه لإخطار المجلس. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. ننتقل إلى التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. الأخ المقرر مقرر اللجنة. معالي الرئيس، تم تثبيت التقرير في جلسة من جلسات السابقة، هل من داعي لتثبيت التقرير المرة الثانية أم نكتفي بذلك؟ لأن المكتوب عندي أنه تقرير تكميلي، معناته إذا كان التقرير طال عمرك في جلسة من جلسات السابقة قرينا التقرير وتم مناقشته من قبل الأعضاء، لعدم حضور الجهة المعنية معاليكم قررنا على أساس نأجل التقرير لما يكونون الإخوان موجودين للرد على الاستفسارات الموجودة في التقرير. اسمح لي، إذا كان التقرير تكميلي فيجب أن نأخذ قرار المجلس بالموافقة على تثبيت التقرير، أما إذا كانت مواصلة نقاش التقرير فهذا وسبق وأن أخذنا قرار المجلس فليس له داعي لأن نتخذ قرار المجلس بتثبيت التقرير في المضبطة. إذن اسمح لي هو مواصلة لمناقشة التقرير اللي سبق وأن تم تثبيته في مضبطة الجلسة، يعني لم يدخل عليه أي تعديل. نعم. إذا معناته إحنا نكتفي بما تم أخذه في جلسة سابقة بتثبيت التقرير في المضبطة، وأيضا أنت سبق وأن قريت هذا التقرير في أيضا في جلسة سابقة،
فلا داعي لتكرار قراءة التقرير، لأن الأخوة الأعضاء قد استمعوا له، وطبعا الحكومة موجود عندهم هذا التقرير. حتى توفيرا للوقت نفتح الباب للنقاش مرة أخرى، والأخوة في وزارة المالية موجودين معنا، ونرجو إن شاء الله أن يكونوا يجاوبوا على أسئلة السادة الأعضاء. الأخ عبد الرحمن جمشير تفضل. سيد الرئيس، أنا أتصور أن في الجلسة الماضية إحنا أرجعنا التقرير إلى اللجنة لتقديم تقرير جديد بعد الاجتماع مع ممثل الصندوق لمناقشة ملاحظاتهم، وهي طبعا اللي بين عندي الحين أن اللجنة طبعا اجتمعوا مع ممثل الصندوق، بس مصرين على تقريرهم. أنا أعتقد سيد الرئيس أن الهدف طبعا كان هو فك الاشتباك حسب ما قلت في الجلسة الماضية، بينما طرحته اللجنة الملاحظات حول الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة، وبينما طرحه بعض الأعضاء خصوصا حول ملاحظة اللجنة التي تؤكد على ضرورة وضع استراتيجية استثمارية مناسبة لاستثمار أموال الصندوق في مجالات استثمارية ذات عائد جيد ومخاطر منخفضة. اللجنة المالية طبعا سيد الرئيس مكونة من أعضاء نعتز بهم وهم ذوي علم وخبرة في شؤون المال والاستثمار، يعني مرة اجتمعوا مع ممثل الصندوق أو مصرين على تقريرهم. المهم ردهم أن يعني الاستراتيجية الاستثمار التي لديهم فقط اللي حصلوا عليه من الصندوق هي guidelines، خطوط عامة، وهذا لا طبعا لا يرقى إلى الاستراتيجية المطلوبة التي تطلب سياسة استثمارية واضحة المعالم تعتمد على عناصر المجالات الاستثمارية في مناطق جغرافية محددة ومنخفضة المخاطر ومتنوعة آخذة بعين الاعتبار المخاطر بوضوح. كذلك ملاحظة اللجنة الثانية حول تحسين عوائد الأرباح وتحسين نسب الفوائد على الودائع وتحسين العائد على بيع الاستثمارات مع مراجعة الرسوم التي يدفعها الصندوق على الخدمات الاستثمارية، وكذلك توصية اللجنة في إعادة النظر في البرامج والأدوات والمحافظ الاستثمارية ووضع إدارة مالية واستثمارية متخصصة وذات كفاءة عالية. شكرا جزيلا. الأخ خالد المسقطي تفضل، رئيس اللجنة. بس حبيت أذكر المجلس مع الرئيس بأن التقرير المعرض عليكم هو اليوم هو التقرير الثاني تكميلي للجنة، حيث احنا استعرضنا التقرير الأصلي في جلسة 22 نوفمبر 2020، ومن ثم تم إعادة هذا التقرير إلى اللجنة باقتراح من الأخت الأستاذة دلان الزايد، وأخذنا في الاعتبار ما جاء من ملاحظات في أثناء تلك الجلسة، واجتمعنا مع المسؤولين، وجئنا بعد أن أخذنا في التقرير المرض أمامكم كل الأمور اللي أدت إلى إصرار اللجنة المالية على أن يكون هناك موجود ملاحظاتها كما جاءت في التقرير الأول. إلا اللهم أن إحنا بعد ما أخذنا في الاعتبار دراسة الحساب الختامي الحساب الاحتياطي بدقة أكثر، جئنا بتفاصيل أكثر وأجئنا بملاحظات أضفناها من ضمن ملاحظات الأربع اللي تقدمنا فيها في التقرير الأصلي، ونحافظ عليها بناء على ما جاء في التقرير المعروض أمامكم. واللي أنا أستذكر أن خلال جلسة ماضية لما ناقشنا تقرير اللجنة كان هناك موجود كثير من الملاحظات اللي أبدوها الإخوان اللي تداخلوا في هذا الموضوع، وتم تأجيل مناقشة هذا التقرير حتى يتم حضور المسؤولين عن إدارة هذا الحساب الذين لم يكونوا موجودين في ذاك الاجتماع. فأنا اليوم على الرئيس أتمنى أن يكون هناك موجود فيه من المراجعة للمضبطة، ولا شخصيا قريتها بكل تأني أن التساؤلات
اللي طرحت سابقا موجهة إلى إدارة حساب الاحتياطي الأجار القادمة أن يتمكنوا من حصول على إجاباتهم. وفي نفس الوقت أذكر المجلس بأن نحن ملاحظاتنا الأربع اللي جئنا بها في التقرير الأصلي هي نفس الملاحظات، وإنما بتفصيل أكثر ودقة أكبر بالنسبة إلى هذه الملاحظات، على أساس أنه إن شاء الله تلاقي استحسان وموافقة أعضاء المجلس في اعتمادهم والموافقة على تقرير المجلس. شكرا معالي الرئيس. على كل أخوان، رئيس اللجنة يقول بأن هذا تقرير تكميلي وبناء على قرار المجلس، وأن أدخلت بعض التفصيلات على التقرير السابق. وهذا الكلام ما قال الأخ المقرر مع احترامي له، وقال بأن تقريرنا هو نفس التقرير السابق. فلذلك أعود إلى مجلسكم الموقر للموافقة على تثبيت التقرير في المضبطة. الموافقون؟ أغلبية موافقة. سعادة المستشار تفضل، إيش الموضوع الآن؟ إيش الحل؟ شكرا معالي الرئيس. لا، الفيصل في هذا هو ما نصت عليه المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الموقر، ويرشح من نصوص هذه المادة أن ليس ثمة أي أثر قانوني يترتب على إعادة تثبيت نص تقرير لم يشرع في مناقشته أصلا. يعني العبرة هي بالمناقشة وليس بمجرد التثبيت. فطالما أنه سوف يصار إلى مناقشة التقرير في هذه الجلسة، فسوف يكون من باب الأحوط ومن باب الاحتياط الكلي أن يعاد تثبيته في هذه الجلسة حتى يكون مدخلا إلى النقاش لمزيد من الإيضاح. ليس ثمة أصلا أي إشكال يترتب عن ذلك معالي الرئيس، أن يتم تثبيته في هذه الجلسة في جلسة الحال. الأخ مسؤول المضبط يقول بأن التقرير قد ثبت في جلسة سابقة، والأخ الرئيس هيئة المستشارين يقول لا ضير من إعادة تثبيته في هذه الجلسة، وبالتالي نحن يعني سواء كان ثبت في جلسة سابقة أو في هذه الجلسة لا ضير من وجود هذا التثبيت لسلامة الإجراءات. والأخ جمال فخرو طالب الكلمة، تفضل أخ جمال. سيد الرئيس، بالحقيقة أنا يعني في التقرير هناك جزئين، جزء رأي الوزارة ومن ثم رأي اللجنة، وأنا لا أعرف في الحقيقة إذا كانت الوزارة أبدت رأيها على رأي اللجنة أم أبدت رأيها قبل رأي اللجنة. يعني على سبيل المثال، نحن هنا في تقرير الإخوان في اللجنة يتكلمون عن موضوع السياسة الاستثمارية، وذكروا في الأخير وإذا افتقرت الوثيقة المذكورة لكل ما تقدم فلا يمكن اعتبارها إلا تعليمات عامة لإعداد الاستراتيجية حسب المفهوم العلمي لها. وأنا سؤالي في الحقيقة من الأخوان في الوزارة، هل هم مقتنعين برأي اللجنة بأن ما قدم هو فقط يعني هو فقط تطبيقات أو تعليمات عامة، أم أنها السياسة الاستثمارية التي يطلبها الأخوان في اللجنة؟ وهل هم جرى بالنسبة أيضا للملاحظات رقم 2 و3 و4؟ يعني ما أشعر بأن تم تضمين التقرير، تقرير الأخوان في اللجنة ملاحظاتهم الأخيرة، ما أتى على لسان الأخوان في ملاحظات أو رأي اللجنة. يعني هناك فصل بين الرأيين، هل اللجنة متمسكة برأيها وبالرغم من رد الأخوان في الوزارة ولم يقنعوها، أم أن الوزارة متمسكة أيضا برأيها ولم تقتنع برأي اللجنة؟ يعني نحتاج أن نوصل في الحقيقة إلى تفاهم ما هو الوضع الآن بين رأي اللجنة ورأي الوزارة. شكرا سيد الرئيس. طالب الكلمة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، فحياه الله معنا في هذه الجلسة ونشكره على كريم حضوره.
تفضل معالي الوزير. صباحكم الخير معالي الرئيس. صباح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، ونشكر مجلسكم الموقر على الفرصة لنقاش هذا التقرير الهام اليوم. صندوق الأجيال القادمة هو صندوق مهم جدا لجمع الأموال في فترات يرتفع فيها سعر النفط، وتم وضع سياسة استثمارية محافظة لهذا الاستثمار، لهذه الاستثمارات تتشكل على بناء محفظة عالمية ذو سيولة عالية لزيادة الأصول بشكل تدريجي مع زيادة الأسواق المالية. ونشكر القائمين على هذا الصندوق لما نشوف العوائد الاستثمارية على مر السنين والأموال اللي تم تجميعها في هذه الفترة. في استفسارات من قبل اللجنة وفي ملاحظات، هذه تخص أكيد البيانات المدققة لعام 2017 و2018، ولكن الكثير من هذه الملاحظات اللي تم طرحها من قبل اللجنة هي ملاحظات هامة وتم دراستها من قبل الأخوة في الصندوق، وكذلك أخذها في الاعتبار لتحسين كل ما من شأنه تحسين إدارة وحوكمة هذا الصندوق. ونشكر مجلسكم الموقر ونشكر اللجنة المعنية على الملاحظات اللي وردت، وبإذن الله جميعها تصب إن شاء الله في تحسين العمل من ناحية الحوكمة ومن ناحية وضع الاستراتيجيات، وكذلك بعض الأمور كانت تحتاج توضيح من قبل الفريق تم النقاش مع اللجنة الموقرة بشأنها، والباقي الملاحظات جميعها بإذن الله تم أخذها بالاعتبار لتحسين سير العمل. ونشكر مجلسكم الموقر، احنا حاضرين مع الأخوة فريق صندوق الأجيال القادمة لأي توضيحات أو أي استفسارات. دائما عمل الصندوق هو عمل شفاف وفي تقرير سنوي يتم إعلانه في العموم، وهذا تقرير سنوي يمشون عليه الصندوق بالإضافة إلى الجواب على أي استفسارات وأخذ أي ملاحظات من مجلسكم الموقر. وشكرا. شكرا جزيلا. أخوان معالي الوزير يعني بيّن بأن ما ورد من ملاحظات أو من توصيات في تقرير اللجنة وضع أخذ بعين الاعتبار وطبق في التقارير اللاحقة التي أتت. والحقيقة احنا قاعدين نناقش تقرير 2017، والحكومة الموقرة قد أحالت حساب الختامي لاحتياط الأجيال القادمة في وقتها، ولكن التأخير هو من السلطة التشريعية في مناقشة هذا التقرير في حينه. وبالتالي أنا أعتقد أن هناك في تقارير أخرى 2018 و2019 و2020، فأنا طبعا تم نقاش مطول بالاجتماعات السابقة، والآن الكلام الذي أتى على لسان المسؤول الأول وزارة المالية والاقتصاد الوطني مشكورا بأن هذه التوصيات أخذت بعين الاعتبار، فلذلك أنا أعتقد أن ليس هناك داعي لإعادة ما تم طرحه في اجتماعات سابقة، وخاصة وأن التقرير مضى عليه سنوات، وأيضا لا نريد أن نضيع وقت مجلسكم الكريم في مناقشة تقرير مضى عليه هذه السنوات الطويلة. فلذلك أرجو من الأخوة الأعضاء الاقتصار هو الغرض من التوصيات أن تصل إلى المسؤولين والمسؤولين يتفهموا هذه التوصيات، وكما بيّن معالي الوزير بأنها أخذت بعين الاعتبار وهذا هو المطلوب. فلذلك أرجو الاختصار في الملاحظات حتى ننتقل إلى البند الذي يلي. الأخ المسقطي مرة أخرى. شكرا معالي الرئيس.
وطبعا يسعدني جدا ما سمعت من معالي الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس مجلس إدارة احتياطي الأشجار القادمة. سعدت جدا بما استمعت إليه، حيث سيتم الأخذ بهذه الملاحظات اللي أدت بها اللجنة، اللي هي اللجنة مقتنعة بها، وهذا لا يعني إلا فقط تعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. أشكر معالي الوزير ما قصر، وفي نفس الوقت أتمنى أن بعض الأخوان عند قراءتهم إلى تقرير اللجنة أن يتم قراءة تقرير اللجنة بصورة متأنية، وأن يقرأوا ردود اللجنة على ما جرى من أمور تم مناقشتها في اجتماعات مشتركة مع الجهة المعنية. نحن نضمن هذه الردود ونضمن ردنا في تقريرنا. الأخ جمال لم يسأل، لم يفهم إذا كانت هذه الوثيقة الموجودة مقبولة أو غير مقبولة، أو إذا كانت إحنا كلجنة وافقنا على ما عرض علينا. أحب أأكد الأخ جمال، رأي اللجنة رأي محايد ويأخذ باعتبار المصلحة العليا. وأنا أشكر مع الوزير حيث اتفق معنا بأنه سيتم الأخذ بهذه الملاحظات. فأتمنى من جميع الأخوان، أرجوكم قراءة تقاريرنا وخاصة تقاريرنا بالأرقام، هي تحتاج إلى قراءة متعنية حتى أن احنا بالأخير نتفق معكم تتفقون معنا. وشكرا معالي الرئيس. معالي الوزير وزير المالية الشيخ سلمان، تفضل. شكرا معالي الرئيس، وأشكر السادة الأعضاء على أصحاب السعادة الأعضاء على مداخلاتهم. أولا لك معالي الرئيس في موضوع بعض الأمور اللي وردت كملاحظات من ناحية الاستثمارات، ممكن ألخصها بعدد من الملاحظات اللي تكلمت عن النسبة العالية للسيولة في هذا الصندوق، لأن الكثير من الملاحظات اللي تم وضعها من قبل اللجنة هي ملاحظات تخص أن في عدد كبير من الودايع أو في عدد كبير من الاحتفاظ بالسيولة، فهذا يمكن ملخص لكثير من النقاط اللي وردت من ناحية الاستثمار، وذلك بسبب هدف معين. احنا نعم اليوم قاعدين نتكلم عن أرقام 2017 و2018 وما بنرجع إلى ذيك الفترة، لكن نشوف مثلا في عام 2020 كان في بسبب الجائحة والظروف الاستثنائية النسبة العالية من السيولة في هذا الصندوق لعب دور كبير في استطاعتنا للعمل مع السلطة التشريعية ومجلسكم المؤقت في تمويل جزء من الاحتياجات الطارئة لهذا العام بالاستقطاع الذي تم من الصندوق، ولم نستطع على عمل ذلك لولا الاحتفاظ بنسب سيولة عالية اللي هي موضع في الكثير من الملاحظات، ولذلك فهو مهم جدا أن جزء من هذا الصندوق يكون فيه سيولة عالية. بالنسبة لملاحظات الأخ سعادة النائب الأول للمجلس سعادة العضو جمال فخرو، في ملاحظات من ناحية السياسة الاستثمارية، نعم بلا شك أن في سياسة استثمارية موجودة للصندوق، وفي سياسة استثمارية يتم تحديثها بحسب الأوضاع في الأسواق، في وقد جاوب فريق الصندوق بإرسال الـ Investment Policy Guidelines اللي هي أطر الاستثمار، ولكن تحت ذلك في أبين لمجلسكم الموقر أن في مجلس إدارة الصندوق في استراتيجية استثمارية يتم تحديثها بشكل دوري، وأهم شيء فيها الاستراتيجية الاستثمارية هو أن تكون محفظة متنوعة جغرافيا ومتنوعة من ناحية الأدوات الاستثمارية، وكذلك فيها سيولة عالية، وهذه السياسة الاستثمارية يتم مراجعتها بشكل دوري.
شكرا جزيلا. الكلمة للأخت دلال الزايد، تفضلي أخت دلال. طبعا بداية نشكر اللجنة المالية فعلا على هذا التقرير، وإحنا منذ بداية مناقشته لمسنا تماما مدى حرفيتهم في وضع هذا التقرير، وأيضا ما نقل إلينا بناء على المختصين أيضا من أعضاء اللجنة واللي وضعوا أيضا بجانب ذلك عدد من الأمور التي أسهمت في تحليل أيضا البيانات الواردة. حقيقة أيضا الشكر موصول للشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية على حضوره الشخصي اليوم. يمكن إحنا اليوم كنا متوقعين أن الأخوان من المجلس الأجيال القادمة هم اللي يكونوا متواجدين علينا معانا بناء على الظروف التي كانت لديهم، ولكن فعلا حتى تواجد اليوم أعطى انعكاس تماما حتى لتوجيهات صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على فعلا ورئيس مجلس الوزراء على تواصله مع السلطة التشريعية وتعزيز العمل والمنظومة التشريعية في هذا الجانب، وهذا دائما ما نتأمله ويسنده فعلا العمل التشريعي مع السلطة التنفيذية. احنا سابقا ناقشنا وباستفاضة مسألة الملاحظات حول هذا التقرير، وكنا فعلا يعني اكثر ما ركزنا عليه هو ايضا ما خرج به ديوان الرقابة المالية والإدارية من ملاحظات بينت عمل هذا الصندوق وبينت مسألة العوائد وتحليل ايضا المرادف له بالنسبة لتحليل حساب الاحتياطي النمو ايضا الذي يشهد هذا الصندوق في ذات الوقت. فالحساب بلا شك انك ايضا عندما تكلمنا عن مسألة وضع الملاحظات والتوصيات هي يعني انا صراحة لا اخذها بصفة الالزام بقدر ما هي حتى كونها كملاحظات وتوصيات معناته النظر اليها، التشاور بشأنها، الاخذ ما هو وفق السياسات والقوانين المتبعة للاخذ فيها، وليست مسألة إن هي طالما وضعت في تقرير ما تعني الإلزامية بحرفيتها بكل حروفها ومضامينها عما ما وردت فيه إن هو يعتبر قيد كقيد إلزام. لا، هي تكون لمسألة مناقشتها، الأخذ بها من عدم الأخذ بها على حسب ما تنصه التشريعات التعليمات المعايير الدولية المتبعة، وهنا يأتي مسألة التشاور والتوافق ومساندة العمل نحو الأفضل. شكرا جزيلا. الأخ علي العرادي، تفضل. معالي الرئيس، أنا كما أتذكر بأنه في الجلسة التي تم مناقشة هذا التقرير فيها طبعا كانت يعني كانت أغلب الآراء بأننا نمرر هذا التقرير، ولكن لأن بعض الأخوان ارتأوا بأنه يجب أن يورد في هذا التقرير بعض ملاحظات الجهات المعنية، ولذلك أرجعنا مناقشة التقرير إلى جلسة لاحقة. الآن بعد ما استكمل التقرير هذه الملاحظات، وأخص بالذكر ما ورد في الصفحة 15 من التقرير وهي ملاحظات أو رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني على ملاحظات اللجنة، الملاحظة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وكذلك ما خلص عليه التقرير في خامسا، أجد بأن التقرير متكامل. أتوجه بالشكر إلى الأخ المسقطي رئيس اللجنة المالية على هذا التقرير المتكامل، ونحن يعني نتحدث عن تقرير للحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة الذي قد تم في 31 ديسمبر 2017 بعد تدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. أعتقد جازما كذلك بأن هذه الملاحظة كذلك تتبع التقريرين اللاحقين، وبالتالي أدعو يعني زملائي وزميلاتي أعضاء المجلس إلى تمرير هذا التقرير وفق ما أوصت به اللجنة، وإن شاء الله نتطلع إن شاء الله إلى تقارير لاحقة للسنوات القادمة، وأنا متأكد ومتفائل دائما بأن هذه التقارير ستأخذ الملاحظات التي قدمتها اللجنة المعنية، اللجنة المالية، والتي أيضا سيوافق عليها المجلس اليوم، وتعتبر جزء من آلية تقديم ومناقشة هذه التقارير، والأهم من ذلك جزء كذلك من سياسة الصندوق لاحقا. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. طالب الكلام الأخ بسام بن محمد، ومن اليوم أصبح الدكتور بسام بن محمد، فمبروك أخ بسام وتستاهل. شكرا معالي الرئيس. طبعا شكر لك على دعمك خلال الفترة الماضية، وشكر لكل من ساهم وأيضا شجعني ودعمني بشكل أو بآخر.
معالي الرئيس، بخصوص التقرير اللي أمامنا اليوم، أعتقد إحنا أمام ثلاث نقاط أساسية. أول نقطة أن توصية اللجنة هي الموافقة على التقرير، الموافقة على الحساب الختامي. النقطة الثانية هي أن الحساب الختامي هذا هو للعام 2017، وما استجد من ظروف وما أتى من متغيرات كثيرة ليس أقلها طبعاً جائحة الكورونا يخلينا ننظر له بشكل مختلف تماماً. النقطة الأخيرة معالي الرئيس هو تعامل معالي وزير المالية مع التقرير بشكل إيجابي. أعتقد أن إحنا اليوم كلجنة سعيدين جداً بأن نشوف هذا التعاون وهذا الطريقة في أن تأخذ التوصيات، لأن في الأخير مثل ما قلت توصية اللجنة بالموافق، إنما هذه ملاحظات يعني تفيد القائمين على الصندوق، تفيد الجهة المعنية بأنها تأخذ فيها لتحسين أداء الصندوق وتحسين وتجويد المخرجات اللي تأتي منه. وهذا أعتقد هدفنا جميعاً، سواء الإخوان القائمين على الصندوق هدفهم أيضاً أنهم يستمرون في تجويد المخرجات، وأيضاً هدفنا إحنا كذلك، هدفنا واحد. فبالتالي إحنا اليوم يعني أمام تقرير إيجابي وأمام تعاون إيجابي من الحكومة الموقرة ومن معالي وزير المالية بشكل جداً رائع. أتمنى أيضاً أن في المستقبل كل التقارير يتم النظر إلى الملاحظات اللي تأتي من اللجان، سواء اللجنة المالية أو غيرها من اللجان، ينظر لها بشكل إيجابي، لأن في الأخير هدفنا واحد ونتمنى أن يتم يعني الأخذ فيها بشكل إيجابي. أعتقد أن أيضاً التقارير القادمة في المستقبل راح نرى ونشهد تطور كبير فيها من ناحية الأداء إذا أخذ في هذه الملاحظات. وشكراً معالي الرئيس. شكراً جزيلاً. بعد هذا النقاش أنا أعتقد بأن هذا اللقاء وبحضور معالي وزير المالية يترجم التعاون التام ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والحقيقة بأن ما تم اليوم من كلام معالي الوزير فعلا يترجم هذا التوجه. وأنا بودي أيضا أن أشكر سمو الأمير ولي العهد الكريم رئيس مجلس الوزراء على دعمه ومساندته المستمرة والدائمة للسلطة التشريعية والتعاون معها إلى أبعد الحدود. وما لقينا اليوم الحقيقة بحضور معالي وزير المالية ما هو إلا ترجمة لهذا التوجه. فشكرا صاحب السمو، وشكرا معالي الوزير، ونرجو إن شاء الله أن يستمر هذا التعاون بزخم أكبر في المستقبل إن شاء الله. الآن لم يتبقى لدينا إلا التصويت على تقرير اللجنة بإقرار الحساب الختامي. الموافقون؟ أغلبية موافقة. شكرا جزيلا. ننتقل إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب الأجيال القادمة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. الأخ المقرر. أرجو تثبيت تقرير اللجنة في مضبطة المجلس لو سمحت. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة؟ أغلبية موافقة. تفضل. شكرا. تدارست اللجنة التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بعد إعادته تقريرها بخصوص بناء على قرار مجلس الشورى في جلسته السابعة
السابعة المنعقدة بتاريخ 22 نوفمبر 2020، وذلك لإعادة دراسة الحساب الختامي آنف الذكر في ضوء مناقشات أعضاء المجلس بشأنه. وتجري الإشارة إلى أن الحكومة الموقرة أحالت الحساب المذكور إلى مجلس النواب الموقر بتاريخ 18 يونيو 2019 في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، حين أصدر المجلس النواب قراره باعتماده بتاريخ 21 إبريل 2020 في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، وتمت إحالة قرار مجلس النواب إلى لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى بتاريخ 29 إبريل 2020. ملاحظة اللجنة: 1. أوجبت مادة رقم 2 من المرسوم رقم 25 لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس إدارة احتياط الأجيال القادمة أن يضع المجلس السياسات الاستثمارية والقواعد التي تتبع في استثمار أموال الصندوق ومتابعة تنفيذه، برنامج الاستثمار وتقييم نتائجها بصورة دورية. واستنادا لذلك طلبت اللجنة من مجلس إدارة احتياط الأجيال القادمة نسخة من الاستراتيجية الاستثمارية المتبعة في استثمار الموارد المالية للحساب. وقد أرسلت الإدارة مشكورة وثيقة تحت تسمى The Policy, The Investment Policy Guidelines, إلا أن مفهوم السياسة الاستثمارية بصورة عامة يعني وجود وثيقة تحدد عناصر الاستثمار مثل الأسهم، السندات، العقار، ودائع إلى آخره، إضافة إلى جغرافية الاستثمار أي المناطق عالميا. لذلك فإن من الملاحظ ارتفاع مبلغ الحسابات بين عامي 2017 و 2018 بنسبة 722%، على الرغم من أنها لا تدر أي عوائد أو ربح لحساب الاحتياطي، وهو ما قد يتعارض مع الهدف الأساسي من هذا الحساب. باء: في عام 2018 لم يتم استثمار أي أموال من الاحتياطي في صورة ودائع قصيرة الأجل التي تستحق خلال فترة ما بين 91 يوماً إلى 360 يوماً من تاريخ دعها، والتي تراوحت نسبة الفائدة لها بين 1.65% و 3% سنوياً، على الرغم من انخفاض نسبة الفائدة إلا أنها أفضل إيداع الأموال في صورة حسابات جارية لا تدر أي عائد. وقد تم احتساب الفوائد على هذه الودائع بمعدلات تتراوح ما بين 2.72% و 4.5% سنويا في عام 2018. وعلى الرغم من ارتفاع حجم الودائع الثابتة مقارنة بالعام المنصرم، إلا أن مبلغ العائد كنسبة من إجمالي الودائع الثابتة انخفض من 2.83 عام 2017 إلى 2.56 عام 2018. كما يلاحظ أن معدل الإيراد من هذه الودائع أقل من المعدلات المعلنة من قبل البنوك. انخفضت إيرادات الاستثمارات بنسبة 7.5% بين عامي 2017 و2018، ويبرز هذا تساؤل عن كيفية زيادة العائد لهذه الاستثمارات في المستقبل. ومن ثم تكون الملاحظة بشأن مدى وجود خطة مستقبلية لزيادة هذا العائد. بالإضافة إلى ما سبق، ترى اللجنة أهمية الاطلاع المواطنين على أداء حساب احتياط الأجيال القادمة، وذلك من باب الشفافية، وقد يتم ذلك من خلال نشر البيانات المالية بصورة دورية في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بما يعكس أداء مجلس إدارة احتياط الأجيال القادمة وفاعلية إدارته للحساب. وترى اللجنة إن نشر مثل هذه البيانات يسهم في تقديم نتائج استثمارات الحساب، ويضع جميع المواطنين على بينة من أدائه، مما يحفز مجلس إدارة احتياط الأجيال القادمة دوما على أداء دوره المنوط به بكفاءة واقتدار. وتؤكد اللجنة على أن نشر اعتماد الحساب الختامي من قبل مجلس الشورى والنواب في الجريدة الرسمية باعتباره من الإجراءات التي نص عليه القانون لا يحول دون اطلاع العامة على نتائج أداء الحساب، لا سيما وأن الإجراء القانوني المطلوب لاعتماد حساب الاحتياط للأجيال القادمة قد يتأخر كثيرا، كما هو الحال مناقشة الحساب محل النظر. وإذ تبني اللجنة
هذه الملاحظات لأنها تثمن الجهد الحكومي المبذول في إعداد الحساب الختام مذكور. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على اعتماده. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الواقع بأن هذا التقرير، أولا أنا أشكر رئيس وأعضاء اللجنة الموقرين على تقريرهم الوافي والضافي، وهذا التقرير يعود إلى سنة 2018، وهو كالتقرير السابق الذي سبق وأن ناقشناه، وأن معظم الملاحظات التي وردت في هذا التقرير سبق وأن وردت في التقرير السابق. وقد تم تأكيد معالي الوزير على أخذ كل هذه الملاحظات والتوصيات بعين الاعتبار، وإن شاء الله نرجو أيضا أن تكون هذه التوصيات التي وردت في هذا التقرير معززة إلى التوصيات التي سبق وأن تكلمنا عنها في التقرير السابق. ولذلك أنا أجد بأن نصوت على توصية اللجنة بإقرار الحساب الختامي. الموافقون؟ أغلبية موافقة. مشكورين. وأيضا نشكر معالي الوزير وزير المالية مرة أخرى على حضوره هذا اللقاء، ونشكر أيضا جميع الأخوة ممثلي وزارة المالية الذين كانوا معنا، ونأمل إن شاء الله أن يستمر هذا التعاون في المستقبل بزخم أكبر. الآن ننتقل إلى تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة 43 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1976 عفوا، المعدل في ضوء الاقتراح بالقانون بصيغته المعدلة المقدمة من مجلس النواب. الأخ المقرر أخ صباح الدوسري تفضل. في البداية أرجو التكرم بالموافقة على تثبيت التقرير في منصة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في المنصة. أغلبية موافقة. تفضل. شكرا. رأي اللجنة: تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة 43 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 المعد بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة مقدم من مجلس النواب. يهدف المشروع القانون إلى أن تكون قواعد الاستبدال النقدي للخاضعين لأحكام القانون من ضباط وأفراد والمتقاعدين من أصحاب المعاشات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية القراء. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، خلصت اللجنة إلى توصية بعدم الموافقة على مشروع القانون، وذلك لاعتبارات التالية: أولاً، يتضمن مشروع القانون خلطاً بين نظام الاستبدال والقرض، حيث أن صندوق التقاعد العسكري المنشأ بموجب المرسوم رقم 6 لسنة 1991 لا يتضمن صلاحية منح أي قروض لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمتقاعدين منهم في معاشاتهم للأسباب التالية: ألف، ليس من اختصاص صندوق التقاعد العسكري منح القروض وفقاً للمادتين 40 و41 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم 64 لسنة 2006 وتعديلاته، وإنما يندرج ضمن اختصاص المؤسسات المالية وفقاً لسلسلة
من القيود والشروط وتحت رقابة مصرف البحرين المركزي، ويمتنع خارج هذا النطاق على المؤسسات الحكومية بأي نقص في قانون إنشائها وخلافا لإقراضها المقررة قانونا أن تمنح أي قروض. ب لم يتضمن المرسوم بقانون 6 لسنة 1991 إنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحريني وغير البحرينيين، أو المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاص صندوق التقاعد المذكور، أو قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد والضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 وتعديلاته، أين سيخول الصندوق بمنح حقوق المستفيدين من أحكام تلك التشريعات. ثانياً، يتعارض مشروع القانون مع جوهر المفهوم التأمين الاجتماعي الذي يقع عليه المرسوم بقانون، وذلك الأسباب الآتية. ألف، أن جوهر مفهوم التأمين الاجتماعي قام على أساس النظر إلى القيمة المستبدلة على أنها جزء من مستحقات المستفيدين من أموال الصندوق التي ينبغي دوماً الحرص على استثمارها وتنميتها، لذلك ينبغي زيادة قيمة أقساط الاستبدال عن أصل القيمة المستبدلة بحيث يكون الزيادة بمثابة مقابل تكافل يحفظ حقوق جميع المستفيدين من الصندوق، ويمكن الصندوق من الاستمرار في أداء التزاماته وبعد في هذا الوقت الذي ذاته تعويضاً عن وفاة فرصة الاستثمار المبلغ الذي تم صرفه المستفيد من الأموال المخصصة لمصلحة المستفيدين الآخرين من الصندوق. أن النظام القانوني للتأمينات الاجتماعية بوجه عام والاستبدال بوجه خاص لا يقوم على اعتبارات حسابية ليخشى تضمنها فوائد ربوية، ولكن يقوم على اعتبارات اجتماعية قوامها فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي. وقد أكدت على ذلك المحكمة الدستورية في القضية رقم ح1/2019 بتاريخ 25 مارس 2020، حيث قضت بالآتي: أن نظام القانون للتأمينات الاجتماعية لا يقوم على اعتبارات حسابية كتلك التي تحكم نظام التأمين الخاص، ولكن يقوم على اعتبار اجتماعي مؤدية فكرة التضامن بين من تجمعهم ظروف متشابهة، فإن المحتمل لعب التأمين لا يكون بالضرورة المستفيد منه، والتأمينات الاجتماعية تقوم على أساس أداء مقابل التأمين الاشتراك بصرف النظر عما إذا كان المؤمن عليه يستفيد من التأمين بصفة شخصية أم لا. وشكرا سيدي، وإذا أردت توصية اللجنة بإمكانها أن أقرأ إذا ما في أي شيء. شكرا جزيلا. الدكتور منصور سرحان تفضل. بداية أود أن أؤكد على ما جاء في تقرير اللجنة بأن الاستبدال يختلف تماماً عن القرض في جوهره ومعناه، حيث يتحمل المستبدل عند رد المبلغ عبء الاستثمار فقط، وهذه نقطة في غاية الأهمية باعتبارها تزيل اللبس في فهم معنى الاستبدال، كما أن أقساط الاستبدال تسقط بوفاة المستبدل على عكس متطلبات القرض التي لا تسقط بوفاة صاحبه. معالي الرئيس، إن إضافة عبارة على نظام الاستبدال، وهي العبارة التي جاءت وفق النص التالي: أن يكون متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة. فمع كل الاحترام لما تعنيه هذه العبارة، إلا أن الغاية منها متحققة على أرض الواقع، وإنني هنا أقولها وبكل ثقة تامة، ويشاركني في هذا القول بالتأكيد جميع الأخوة والأخوات أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقر، أن جميع القوانين والتشريعات المعمول بها في مملكة البحرين لا تتعارض مطلقاً مع الشريعة الإسلامية، وأننا كمشرعين نضع دائماً هذا المفهوم نصب أعيننا أثناء مناقشة جميع المواد القانونية، حيث لا نحتاج أن نذكرها أو نعيد تكرار ذكرها في كل مادة باعتبارها أمر بديهي ومسلم به، وبهذا تنتفي الحاجة إلى ذكرها. إن الموافقة على مشروع القانون الذي أمامنا اليوم يؤثر تأثيرا سلبيا على عمليات الاستثمار في جميع صناديق التقاعد ويعجل بإفلاسها، فإن الجميع سواء كان محتاجا أو غير محتاج سيتقدم بطلب الاستبدال،
وسيؤثر ذلك تأثيرا كبيرا على أوضاع صناديق التقاعد، وذلك من خلال تفريغها من مصادر كانت تستثمر لصالح المتقاعدين، وهي مصالح تتمثل في المحافظة على ديمومة الصناديق والعمل على إطالة أعمارها. معالي الرئيس، إن الاقتصاد بمختلف مجالاته والتي من بين أهمها مجال الاستثمار هو علم توصل إليه الفكر الإنساني عبر عقود من الزمن وعبر جهود مضنية حفلت بتجارب ودراسات وأبحاث قام بها علماء وخبراء اقتصاديين متمرسين من مختلف الإثنيات والديانات. وهذا يعني أن الاقتصاد بمفهومه العام لا يرتبط بدين أو مذهب أو ملة، الأمر الذي سهل على المجتمعات البشرية الاستفادة منه وتوظيفه من أجل الاستثمار وتنمية موارد الدول. ومملكة البحرين ليست استثناء عن تلك الظاهرة، بل هي جزء لا يتجزأ من تلك المجتمعات البشرية، حيث تسعى حكومتنا الرشيدة إلى زيادة موارد صناديق التقاعد عن طريق الاستثمار الآمن والذي لا تشوبه شائبة. وهنا أكرر والذي لا تشوبه شائبة. بغية إطالة أعمار تلك الصناديق وهو هدف سام تسعى إليه حكومتنا الرشيدة مشكورة. وانطلاقا من تلك المعطيات يتوجب علينا جميعا الموافقة على توصية اللجنة، باعتبار الموافقة على توصيتها واجب وطني. شكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا رئيسة اللجنة الدكتورة جهاد الفاضل، تفضلي. وأشكر من سبقوني في المداخلة وتوافقهم مع رأي اللجنة. معالي الرئيس، أنا حبيت بس أوضح بشكل مبسط مضمون هذا التعديل أو مشاريع القوانين الثلاثة. أولاً، مضمون التعديل على هذه المشاريع هو اعتبار الاستبدال يتضمن على فوائد ربوية، فلذلك المشرعة لإلغاء تلك الفوائد الربوية. لكن لو نظرنا إلى المبادئ والأسس العامة اللي تقوم عليها المشاريع التأمينية الثلاثة، سنجد أن في أحد الغايات الرئيسية، ولو تسمح لي أقراهم طبعاً، النقطة الأولى أن تكون معاملات استبدال المعاش أول شيء متوافقة مع الشريعة، مع أحكام الشريعة الإسلامية. النقطة الثالثة إلغاء الفوائد الربوية، فبالتالي طبعا يعني هذا موجود في المشاريع الثلاثة. النقطة الثانية اللي حبيت بعد أذكرها، أن المشرع البحريني لما استخدم مصطلح الاستبدال في التشريعات التأمينية الثلاثة، يعني حتى يفرق ما بين الاستبدال والقرض، لأن في قوانين أخرى مثل القانون المدني، قانون التجارة، قانون مصرف البحرين المركزي استخدم مصطلح قرض، فبالتالي هذا يؤكد أن إرادة المشرع اتجهت إلى أن الاستبدال لا يعتبر قرض. معالي الرئيس، في الفترة الأخيرة بحث مجلسكم الموقر عدد من التشريعات المرتبطة بالتقاعد والتأمينات، وكان دائماً الموقف التريث في اعتماد أي تعديلات إضافية بهذه القوانين، لأن الوضع المالي للصناديق التقاعدية بحاجة إلى إصلاح، وهذه الإصلاحات جرى التوافق عليها بين السلطتين، وتوجد أيضا الآن نقاشات عن حزمة الإصلاحات، واللي طبعا ننتظر إحالتها من مجلس النواب الموقر. فلذلك هذا يتطلب التأني والتريث والتوقف عن التعديلات الجزئية لقانون التقاعد، والعمل على إجراء إصلاحات جوهرية بالنظام التقاعدي، لأن مكاسب الإصلاحات أكثر من التعديلات الجزئية. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ فؤاد الحاجي، تفضل. سيد الرئيس، يعني أنا مع رأي اللجنة،
فيما ذهبت إليه، ومع هذا التقرير المسحب واللي بينت فيه اللجنة مشكورة وضعت وأظهرت المواد الدستورية المتعلقة بهذا القانون، حكم المحكمة الدستورية، المادة 5 من الدستور الفقرة جيم التي تتكلم عن حماية المواطن من الفاقة والفقر والعوز، وهذه كلها في توجيهات نسمعها من جلالة الملك الله يحفظه في كل دور افتتاح دور انعقاد أو فصل تشريعي. اللجنة مشكورة بيّنت لنا كأعضاء ريها ولا كان مسبب، والفرق بينه وبين بين الاستبدال والقرض، واليعني اللجنة مشكورة لما أوضحت إن القرض إلا لابد أن يكون مثل الأخوان في رأي الأخوان في مجلس النواب بدون فوائد ربوية، وعلى اللي هو الشريعة يكون متوافق مع الشريعة الإسلامية. يعني في هالقانون لابد أن نوضح أن مجلس الشورى مع الاستبدال بالضوابط والاشتراطات اللي ذكرتها وسبقتني فيها الزميلة العزيزة الأخ دلال الزاهي واللي سبقوني وتكلموا من قبل، مجلس الشورى مو ضد الاستبدال مثل ما منصات التواصل الاجتماعي اليوم قاعدة تشيع عنا. احنا لا نتكلم عن قروض فوائد ربوية، استبدال حق إلى المتقاعد إذا كان له هذا الحق بعد وصول سن معينة واستوفى جميع الاشتراطات الاستبدال. وبينت بعد اللجنة في تقريرها أن حتى المبلغ المستبدل في حالة الوفاة يسقط، لأن نحن في الصناديق تكافلية القصد منها حماية المتقاعدين أو حماية الموظفين أو العسكريين أو أفراد قوات الأمن العام أو موظفين الدولة ككل. شكرا جزيلا. الأخ أحمد الحداد تفضل. مع الرئيس، يعني جميع الأخوان تطرقوا إلى تعديل هذه المادة ومساوها أو فوائدها. في الواقع مع الرئيس، يعني موضوع الاستبدال مطبق في مملكة البحرين منذ السبعينات، وهذا طبعا يعطى كما تفضل الأخوان حق من حقوق الموظفين سواء خلال العمل أو عند التقاعد. طبعا يعني الاستبدال بشكل عام، يعني كما ذكر الأخوان والتقرير كذلك، يعني عند وفاة المستبدل يسقط المبلغ الذي بقى، وهنا تستفيد منه العائلة والأولاد بعكس القرض كما ذكر الأخوان، قد تجبر العائلة على دفع هذا المبلغ وقد لا تكون في وضع مالي يساعدها على ذلك، وهنا تبدأ المشاكل، وربما يلجأ المعنيون بهذا الأمر إلى المحاكم وتظل العائلة في وضع نفسي لا يحسد عليه. طبعا الاستبدال مع الرئيس، يعني ممكن الموظف خلال عمله في الحكومة والقطاع الخاص أو في القوة الدفاع البحرين والأمن العام أن يستفيد عدة مرات، ليس هناك يعني وقت محدد، ممكن مرة ومرتين حسب الضوابط، ومنها طبعا الفحص الطبي. وهناك الكثير من الموظفين الذين استفادوا من هذه الميزة. يعني احنا طبعا ليس ضد ان الاخوان يقومون باخذ مبالغ معينة، ولكن حسب التجربة مع الرئيس ومنذ السبعينات كما ذكرت، الاستبدال اثبت يعني في مواقع كثيرة الفائدة منه،
وكذلك عند أخذ الاستبدال هناك فوائد ميسرة تؤخذ على هذا المبلغ، والجميع يستطيعون أن يأخذوا هذا الاستبدال، وهناك كثير من الموظفين السابقين والحاليين يلجؤون إلى هذا العمل باستمرار. فإحنا طبعا كما ذكر الأخوان ليس يعني لا نوافق على ما يتقدم فيه الأخوان أعضاء مجلس النواب الموقرين، ونحن دائما نحط في الاعتبار مصلحة المواطن وتيسير أموره في جميع المجالات في هذا الشأن. وشكرا مع الرئيس. شكرا. الأخ نوار المحمود تفضل. شكرا مع الرئيس، وشكر كذلك إلى رئيسة اللجنة الدكتورة جهاد الفاضل وأعضاء اللجنة على جهودهم وعلى تفصيل التقرير المفصل اللي قدموه. معالي الرئيس، كما ذكر في التقرير بأن مشروع القانون يهدف إلى أن تكون قواعد الاستبدال النقدي للموظفين الخاضعين لأحكامه والمتقاعدين من أصحاب المعاشات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا ما أكدت عليه المادة الثانية من دستور مملكة البحرين بأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. طيب، طالما أن نظام الاستبدال المطبق حاليا لا يتوافق مع الشريعة، لماذا لا يتم تعديل واستحداث نظام يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ هذا أيضا تم ذكره من قبل المسؤولين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. حقيقة مع الرئيس أن هذا الموضوع يهم كثير من الموظفين والمتقاعدين، ويمكن الاستعانة بالمتخصصين في الاقتصاد الإسلامي. البحرين بالتأكيد تزخر بالكثير منهم، ولا شك أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان. طبعاً لجنة الخدمات مشكورة في تقريرها ذكرت ملاحظات مهمة جديرة بالبحث والدراسة. ملاحظة أخيرة معالي الرئيس، مجلس النواب الموقر مثل ما فهمت ألغى جداول تحديد رأس مال الاستبدال المعمول به حاليا، ولم يقترح جداول بديلة مما يصعب معه تطبيق التعديل المطلوب في مشروع القانون. لذلك أرى أن مشروع القانون بحاجة إلى إعادة مراجعة وتعديل بما يمكن من تطبيقه. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ حمد النعيمي تفضل. أشكر رئيسة وأعضاء اللجنة على تقريرهم الوافي والذي غطى كل التساؤلات، كما أشكر أصحاب السعادة الأعضاء الذين تداخلوا في هذا الموضوع الذي يعني تكلموا عن كل التفاصيل والتفاصيل الدقيقة، ولا وما أشوف أن في داعي أن أذكرها ولا يبقى شيء إلا أن نقول يعني شكرا لكم على هذا التقرير المفصل، ولم يبقى علينا إلا أن نقول شكرا ونصوت على توصية اللجنة بالموافقة. وشكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا. الدكتورة ابتسام الدلال تفضلي. الحقيقة أن طبعا جميع زملائي كفوا ووفوا، إلا أني ممكن أنه أدلي بدلوي قليلاً في هذا الموضوع باعتباري عضو في لجنة الخدمات. هذا التقرير اليوم يوضح الفرق الجوهري بين الاستبدال والقرض في الصناديق التقاعدية. والاستبدال هنا لا يعتبر قرضاً إطلاقاً، فالاستبدال يسقط إيفائه في حالة وفاة المؤمن عليه، ولا ينطبق ذلك طبعاً على القرض الذي لا يسقط في حالة وفاة المؤمن عليه وما قد ينتج عنه من أثر سلبي على العائلة. عند رد الاستبدال كأقساط يجب أن نعلم أن هذا المبلغ يعطى كمساعدة للمستفيد، بينما يمكن للصندوق الاستثماري أن يستثمر هذا المبلغ المخصص لمصلحة جميع المستفيدين من هذا الصندوق، والذي يقوم على اعتبارات تأخذ التضامن الاجتماعي والتكافل كأولوية له. فمهم جدا ديمومة هذه الصناديق، وأنا أؤيد الحقيقة ما تقدمت به سعادة الأخت دلال الزايد بوضع ضوابط محكمة للاستبدال فيما يخص موضوع إقامة المؤمن عليه في المملكة. ومن المهم جدا
في الأخير أن نوافق على توصية اللجنة التي تصب في مصلحة في المصلحة العامة وتتوافق مع سياسات الحكومة الرشيدة. وشكرا. شكرا جزيلا. آخر المتحدثين الأخ جواد عبد الله حسين، تفضل. سيدي الرئيس، أنا أعتقد بأتكلم عن الجزئية اللي هي بالنسبة إلى التوضيحات اللي صدرت من قبل التأمينات الاجتماعية. في أنا أعتقد بأن ما جاء في يعني توضيحات أو مرئيات التأمينات الاجتماعية ألف ليس من اختصاص الصندوق منح القروض وفقاً للمادتين 40 و 41 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم 64 لسنة 2006 وتعديلاته، وإنما يندرج ذلك ضمن اختصاص المؤسسات المالية ووفقاً لسلسلة من القيود والشروط وتحت رقابة ذلك المصرف، ويمتنع خارج هذا النطاق على المؤسسات الحكومية بغير نص في قانون إنشائها أو خلافاً لأغراضها المقررة قانوناً أن تمنح أي قروض ولم يتضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون 24 لسنة 1976 وتعديلاتها أي نص يخول الصندوق منح القروض. أنا أعتقد إذا رجعنا سيد الرئيس إلى كل هذه القوانين والمراسيم الصادرة التي صدرت وتبين حقيقة أن التأمينات الاجتماعية لا تعطي بمسمى القرض في الاستبدال، وهناك فرق ما بين الاستبدال وما بين القرض. حقيقة إن أنا اللي أريد أبينه إذا كان قرضا فلا بد أن يكون في حال وفاة المستفيد، يعني يكون أن يدفع من أصل التركة، يعني قبل توزيع التركة يجب أن تؤخذ الديون من التركة قبل توزيعها على الورثة، وهذه حقيقة قاعدة شرعية معروفة في المتون الشرعية. شكرا سيد الرئيس. الأخ المقرر تفضل اقرأ التوصية. في ضوء مدار من النقاشات وأبداء وما أبدأ من وراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة 43 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت تقاعد للضباط وأفراد قوة الدفاع البحرين، أي نعم، وأفراد قوة الدفاع البحرين والأمن العام الصادر من مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 المعد بناء الاقتراح بقانون بصيغة المعدلة المقدم مجلس النواب، والأمر معروف على المجلس المقر واتخاذ اللازم، مع الشكر لكم جميعا. والآن نعرض توصية اللجنة عليكم. الموافقون على توصية اللجنة؟ أغلبية موافقة. شكرا جزيلا. ننتقل إلى تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة 77 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب. أخوان، هذه ثلاث مشاريع تتعلق بنفس الموضوع، والحقيقة توفيرا لوقت مجلسكم الكريم أنا أعتقد بأن ما تم من مداخلات وما تم من توضيح إلى قرار اللجنة الموقرة هو نفسه ما راح يذكر في التقريرين التاليين اللي هي مكافأة التقاعد لموظف الحكومة وأيضا قانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون المعاد في ظل الاقتراح اللي هو مشروع قانون بتعديل مادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي. فأنا يعني أقترح على الأخوان أن نحن نثبت التقرير
التقريرين في المضبطة ونقرأ توصية اللجنة ونعرضها عليكم للموافقة، هل توافقون؟ إذن أعتقد بأن السكوت علامة الرضا. فإذن الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة؟ أغلبية موافقة. طيب الأخ المقرر إذا ممكن تقرأ التوصية. توصية اللجنة في ضوء ما دار من مناقشات ومبدأ من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة 77 من قانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغة المعدلة المقدم مجلس النواب، والأمر معروض على المجلس المؤقت لاتخاذ اللازم مع الشركة. الموافقون على توصية اللجنة؟ أغلبية موافقة. طيب ننتقل إلى تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم مجلس النواب. الأخ مقرر اللجنة إذا ممكن. بداية أطلب تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة، مع العلم أن معاليكم يعني أخذتم موافقة المسبقة، لكن إحنا أخذنا الموافقة المسبقة على عدم النقاش، ولكن الأخ أبو عبد الرحمن يقول عنده نقطة فلنسمح له بأن يقول ما في خاطره. بس أنا قبل الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة، أغلبية موافقة. راح نعطي بعد استئذانكم الأخ عادل المعاودة أن يدلي بما بملاحظته، فتفضل. شكرا معالي الرئيس. تفضل. إن شاء الله كالعادة لن أكرر ما قاله غيري، ولكن فقط ألفت إلى ملاحظة واحدة واقتراح لهذا المشروع ولغيره. في رد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قالت مؤكدين أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لجميع التشريعات، وعلى ذلك واصلت قالت فلا حاجة لإضافة عبارة وفق الشريعة الإسلامية. إذن هي موافقة على أن يكون وفق الشريعة الإسلامية. لكن معالي الرئيس، البنوك التي يعني تعمل الشريعة الإسلامية لكي تقر القانون أو الأسلوب أو المعاملة على الشريعة الإسلامية تكون لها لجان تحكم في ذلك، فلذلك الصندوق أيضا حتى يكون مطبقا للدستور ومنفذا لما أكده أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لجمع التشريعات، أن تكون التشريعات معروضة على هيئة شرعية إن لم يكن خاصة بالصندوق، فتكون على الأقل المجلس الإسلامي الأعلى أو حتى تتعاون مع هيئات شرعية متواجدة في البنوك حتى تدلي بدلوها. أعتقد هذا يعطي اطمئنان. إحنا نقول الآن المقترح يريد أن يكون موافقا للشريعة الإسلامية، والهيئة تقول نحن أصلاً نعمل بالشريعة الإسلامية، إذن لا ضير في وضع العبارة، ولكن لا شك أن وضع العبارة قد يفتح مجال لنقد أو لغيره. فأقول الآن طبعاً أنا عارف النتيجة، لكن إذا كنا نريد أن نتأكد حقيقة أنه موافق للشريعة الإسلامية وليس عندنا أحد من يمانع على ذلك، أن يكون هناك
متخصصون يحكمون أن هذه المعاملة حقا موافقة للشريعة الإسلامية. وشكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. إذن الأخ المقرر تقرأ التوصية لو سمحت. في ضوء مدار من مناقشات وما أبدأ من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 والمعد بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة مقدم مجلس النواب، والأمر معروض على المجلس المقر لاتخاذ اللازم. وشكرا جزيلا سيد. الموافقون على توصية اللجنة؟ أغلبية موافقة. مشكورين. آخر تقرير في جدول أعمالنا اليوم هو تقرير لجنة شؤون الشباب بشأن الاقتراح بقانون بشأن مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية، والمقدم من سعادة العضو السيدة دلال جاسم الزايد، والمقررة هي الأخت دلال الزايد، فلتتفضل. شكرا معالي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة؟ أغلبية موافقة. تفضلي. شكرا معالي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. عقدت اللجنة من أجل دراسة الاقتراح عدة اجتماعات حسب الموضح في تقرير اللجنة، ووفق ما انتهت إليه اللجنة التشريعية والقانونية، وأيضاً استرشدت اللجنة برأي لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والمرفق ضمن تقرير اللجنة، وكذلك مذكرة وزارة شؤون الشباب والرياضة. ونشكر في هذا الجانب تعاون وحضور الأخ الوزير أيمن المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة. وبشأن الاقتراح، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بشأن مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية والمقدم من سعادة العضو دلال الزايد، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل مقدمة الاقتراح وأعضاء اللجنة ومستشارها القانوني. وقد اطلعت اللجنة على كافة الآراء المرفقة من ضمن مشروع الاقتراح بقانون، حيث يتألف الاقتراح بقانون من باب تمهيدي وأربعة أبواب رئيسية. تناول الباب التمهيدي تعاريف لأهم المصطلحات الواردة بالاقتراح، وتضمن الباب الأول النص على إنشاء وتنظيم مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية، بينما اشتمل الباب الثاني على اختصاصات المركز في فصلين، بحيث ينظم الفصل الأول اختصاصات المركز بموجب القانون، بينما ينظم الفصل الثاني اختصاصات المركز باتفاق الأطراف. وتناول الباب الثالث أحكام الإجراءات أمام المركز، وتناول الباب الرابع النص على الأحكام العامة. يهدف الاقتراح طبقاً لما جاء بمذكرته الإيضاحية إلى إنشاء مركز متخصص لتسوية وفض المنازعات الرياضية مشكل من هيئة قضائية يتم اللجوء إليها، بحيث يقدم خدماته من أجل تسوية المنازعات المتعلقة بالرياضة عن طريق قواعد إجرائية خاصة لمواكبة النهضة التشريعية الحديثة في المجال الرياضي، وكذلك المنازعات الرياضية المستحدثة التي تستدعي الحاجة إلى استحداث نظام متطور لتسوية تلك المنازعات، حيث أنه في الوقت الحاضر تحال بعض تلك المنازعات إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية في سويسرا، وهذا من شأنه أن يكبد أطراف النزاع تكلفة عالية وتحد من وسائل الانتصاف المحلية للأطراف، كما أن إنشائه سيسهم في الحفاظ على حقوق الأطراف المتنازعة من خلال تحديد الإجراءات والآليات اللازمة لتسوية وفض المنازعات بين الأطراف. وفي ظل تطور الرياضة وانفتاح مملكة البحرين على العالم الرياضي الدولي، وظهور طائفة جديدة من المنازعات الرياضية تتجاوز النطاق الإقليمي لمملكة البحرين، تتأكد الحاجة إلى إنشاء مركز متخصص يتم اللجوء إليه لفض المنازعات الرياضية، بحيث يقدم خدماته من أجل تسوية تلك المنازعات عن طريق قواعد إجرائية خاصة.
وتؤكد اللجنة على أن فكرة الاقتراح لاقت قبول من الجهات، بل أن الاقتراح ذاته مطلب أساسي واجب التطبيق في ظل النهضة التشريعية الرياضية التي تستهدف الارتقاء بالرياضة والانتقال بها من طور الهواية إلى مرحلة الصناعة الداعمة للاقتصاد والتي ترتقي بها البلاد. لمواكبة ما تشهده المرحلة الحالية من نهضة رياضية، استنهضت السلطة التشريعية لإقرار واقتراح العديد من القوانين الرياضية لبناء منظومة تشريعية، منها الآتي: المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2021 بإضافة النص المادة 62 مكرر إلى المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 المعني بالرياضة والهيئات الرياضية، والذي يفتح المجال إلى إنشاء أندية رياضية وفق لقانون الشركات التجارية مع جواز تحويل الأندية القائمة إلى شركات، إضافة إلى صناعة السلع الرياضية نفسها وصناعة مبيعاتها أو صناعة الخدمات المرتبطة بها وغيرها، مما أدى إلى تنوع المنازعات الرياضية التي تستوجب إنشاء مركز قضائي مستقل متخصص في تسوية وفض المنازعات الرياضية. والاستقلال هنا واجب، لأن المنازعات الرياضية قدت منوعة ومتشعبة ومرتبطة بأنظمة الاتحادات الرياضية الدولية، فتحتاج إلى قضاء متخصص في المجال الرياضي، أمانة إدارية متخصصة، مبنى مستقل يمثل المركز ينبئ بأهمية المنازعات الرياضية واهتمام مملكة البحرين بهذا المجال المستحدث. لذا انتهت بعد المناقشة إلى جواز نظر الاقتراح بقانون، عملاً بأحكام المادة 94 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. شكراً معالي الرئيس. شكراً جزيلاً. الأخت سويشة الفضالة رئيسة اللجنة، تفضلي. بالنسبة عن إجراءاتنا أيضاً كلجنة، إحنا دعينا الله يسلمك وزارة الشباب والرياضة لاجتماع، ولكن لظرف ما أعتقد كان من جهتنا تم تأجيل الاجتماع، ولكن طلبنا رأي الوزارة مكتوب، ومثل ما هو موجود في التقرير الرأي موجود مكتوب وافتنا فيه الوزارة. أيضاً طلبنا لقاء مع وزارة العدل، ولكن بعد لسبب ما كانت الاعتذار من طرفهم، وأرسلنا أعتقد خطاب بتاريخ 22/11 خطاب مكتوب أن احنا نبغي مرئياتهم مكتوبة، فواضح في التقرير أمامكم أن المرئيات غير موجودة وما وافتنا فيها وزارة العدل. طبعا بخصوص اللي ذكره الأخ غانم المعينين أن هناك مشروع حاليا أو اقتراح من قبل الحكومة، طبعا احنا كلجنة رأينا جواز النظر بهذا الاقتراح المقدم لأن ما وصلنا أي شيء من الحكومة، فهذه نقطة حابة أوضحها. طبعا معالي الرئيس مثل ما ذكر في التقرير أن الاقتراح المقدم من الأخ الدلال اقتراح مطلوب حاليا نظرا لتطوير التشريعات الرياضية اللي تنتهجها مملكة البحرين حاليا، بدءاً بالقانون الاحتراف الرياضي، تحويل الأندية إلى شركات رياضية. طبعا هذه كلها أمور وجب أن احنا نتفق أنه لابد أن يكون لها مركز لفض المنازعات الرياضية، وهذه أيضا مواكبة للأمور والمتطلبات الدولية. فإحنا كلجنة أخذنا كل إجراءاتنا ورأينا جواز النظر نظرا لأهمية هذا الاقتراح والمطلوب في الوقت الحالي. بعد الله يسلمك نقطة أن راح يكون عبء على الدولة، لابد أن راح يكون هناك كلفة راح تكون في إنشاء هذا المركز، ولكن لن تكون بمستوى العبء على الدولة. الاحتراف الرياضي، تحويل الأندية، كل هذا راح يكون مدخول وإضافة لميزانية الدولة، وأيضا المركز نفسه راح يكون له دخل مادي. فأختلف في نقطة أنه يكون عبء على الدولة بقدر ما راح يكون هناك كلفة فقط. وشكرا معالي الرئيس. الأخ ممثلي وزارة شؤون الشباب والرياضة، تفضل. الحقيقة لمناقشة هذه الموضوع الهام، وإن كانت وزارة العدل هي الوزارة المعنية بشؤون القضاء والعدالة، إلا أن وزارة شؤون الشباب والرياضة من ناحيتها يعني تثمن هذه المبادرة الطيبة التي تدل على وعي كامل وإدراك تام لأهمية تطوير التشريعات الرياضية. هي فكرة إنشاء مركز مستقل
في الوقت الراهن يعني قد تكتنفها بعض الإشكاليات والصعوبات، لا سيما طبعا اللي ذكروها الجوانب المالية، في حين تتجه جميع قطاعات الدولة إلى ترشيد أوجه الإنفاق لمواجهة كافة التحديات اللي نواجهها في المملكة. ترى الوزارة أن من الممكن تحقيق الهدف ذاته بنفقات أقل من خلال تنظيم مسار تحكيمي جديد يختص بنظر المنازعات الرياضية بداخل كيان قائم حالياً بالفعل اللي هو غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. فمن الممكن إنشاء مركز مستقل مستقبلاً بعد ما نبتدي في الغرفة الحالية. يعني ما نشوف هناك حاجة لإنشاء المحكمة ومختصة ومستقلة حالياً. تؤكد الوزارة أن الرأي النهائي طبعاً هو ما سيرد من مذكرة الحكومة إذا ما عرض عليها الاقتراح بقانون. بس اللي حبيت أوصله الله يسلمك ويسلم أصحاب السعادة، ممكن نحقق الهدف بأقل تكلفة. إن شاء الله النقطة تكون واضحة ومستعدين أن نوضحها لكم أكثر. شكراً معالي الرئيس. الأخت منى المؤيد. أحب أني أشكر سعادتك على رأيك في هذا الموضوع، وهو وأشكر الأخت سعادة العضو دلال الزايد لهذا الاقتراح المهم. فنحن نعلم اليوم أهمية الرياضة في حياتنا، في حياة أولادنا والجيل الجديد، والحكومة مهتمة أن تخصص الرياضة وتعمل يعني كقطاع خاص. وهذا يعني هالنوع من الاقتراح اللي تقدمت بالأخ الدلال مهم جدا للرياضة. فالمركز لتسوية النزاعات بيكون مهم، ولكني لا أعلم بما يعني ميزانية هذا المركز، فأنا أقترح أن تتم الدراسة الكافية لمعرفة يعني ما هو تكلفة هذا المركز. فإذا كان بالإمكان وجوده كقسم من مركز البحرين للمركز البحرين للنزاعات بعد بيكون زين، بس المهم إنه يسد هالفقرة اللي هي بتأتي مع كثرة الشركات الرياضية، أو قصدي النوادي اللي بيكون شركات واللاعب واهتمام الناس بالرياضة. فأتصور أن هذا الاقتراح جيد ولازم تتم دراسته. شكرا. الآن ما ليس أمامنا إلا التصويت على توصية اللجنة، فأرجو من المقررة الأخ دلال الزايد أن تقرأ التوصية. والشكر موصول لكافة أعضاء المجلس، ولك معالي الرئيس، وللأخ قانم البعينين، وكذلك للأخ راشد الزياني. أقرأ توصية اللجنة. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة الاقتراح بقانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية، والمقدم من سعادة العضو السيدة دلال الزايد. الموافقون على توصية اللجنة؟ أغلبية موافقة. وبهذا آخر بند في جدول أعمالنا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، وإلى اللقاء نشوفكم إن شاء الله. وبهذا أرفع الجلسة.